بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء، طلاب المرحلة الأولى، نبدأ اليوم الكانز أند سايكلو الكانز. المركبات الكيميائية ممكن كتابة صيغتها بطريقة تسمى بـ structural formula. structural formula وهي كتابة المركب الكيميائي، طريقة توضع بها جميع العناصر الموجودة بالمركب، لذلك نسميها بالصيغة التركيبية structural formula. وهناك structural isomers اللي هي الأيزومرات التركيبية، وهي مركبات لها نفس الصيغة الكيميائية لكن تختلف بالصيغة التركيبية. compounds that have the same chemical formula but differ in their structural formula. Functional group هناك مجاميع موجودة أو مواقع خاصة موجودة في الجزيئات تسمى بالfunctional group، وهي التي تحدث عندها التفاعلات الكيميائية. مثال عليها الألكينات، العواصر المزدوجة الدبل بوند، الألكينات العواصر الترايبل بوند الثلاثية، المركبات الأروماتية هي حلقة البنزين، وهكذا. الكانز الجنرال فورمولا لها هي CnH N plus 2 N هو يمثل كربون أتوم number of carbon atom in the molecule. Naming alkanes and cycloalkanes التسمية. Saturated hydrocarbons can also exist as rings موجود كحلقة حلقات. Cyclic compounds of carbon containing only single bonds are called cycloalkanes. If the compounds contain only one ring, they have the general formula CnH2n. Cycloalkane are named by adding the نضيف فقط المقطع cyclo إلى الاسم الألكان. ويصبح ألكان حلقي فقط إضافة المقطع سايكلو. كل ذرات الكربون بالسايكلو ألكان هي تكون متكافئة، لذلك لا حاجة لإضافة الأرقام بتسمية المونو سبستيويتد سايكلو ألكان. مثال عليها المثل سايكلوبروبان، الايزوبروبال سايكلوهيبتان، تيرشال بيوتيل سايكلوأوكتان. هنا المثل مثال 1 اثيل 3 ميثيل سايكلوبنتان. رقمنا لانه المركب الحلقي يحتوي على مجموعتين اللي هي المثل والأثل، والأفضلية في التسمية حسب الحروف الأبجدية للأثل، فيكون الترقيم كالآتي 1 أثل 3 مثل سايكلو بنتان. المثال اللي بعده 1 2 داي مثل سايكلو هيكسان. 1 2 داي مثل سايكلو هيكسان، داي تعني اثنين، يعني مجموعتين مثل موجودة في كربون واحد واثنين. ذرة الكربون تصنف إلى primary, secondary, tertiary, quaternary carbon according to the number of carbon atoms bonded to it. وأيضا الهيدروجين يصنف حسب ذرة الكربون المرتبطة به، يعني الهيدروجين المرتبط بالكربون primary راح يكون هو كذلك primary، وهكذا. geometric isomers
المولكيولز اللي تختلف differ in the three-dimensional arrangement of their atoms in space هي الجيومتريك isomers. reaction للألكانات chemical reactions الألكانات تتفاعل مع الكلور وتفاعلها طبعا يكون تفاعلات نسميها تفاعلات تعويضية substitution reaction. هذه التفاعلات هي تفاعلات تعويضية، أمثلة عليها هي مع الكلور هذه التفاعلات وتفاعلات، ومثال ثاني على تفاعلات الألكانات هو الأكسيديشن الأكسدة، مثل ما قلنا التفاعلات الألكانات هي تفاعلات تعويضية substitution reaction وتختلف عن تفاعلات الألكينات اللي حتكون addition reaction، وناخذها بالتفصيل في المحاضرة القادمة إن شاء الله.